دعنا نلقي نظرة على طريقة صنع ريد فيلفيت تشوروز بشكل سهل. نشأت من إسبانيا والبرتغال، وهي الآن من الأطعمة المحببة المنتشرة عالمياً. سوف نقوم بصنع نسخة جديدة من الريد فيلفيت، مليئة بكريمة الجبن الشهية، والتي تتطلب 5 مكونات فقط. سوف يذوب تشوروز الشهي في فمك. أحضر مئزرك وانضم لسوق الطبخ، حيث سنرشدك خطوة بخطوة.